السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في الوحدة الرابعة. طبعا هنا في السؤال الثاني لدينا مجموعة من الاختيارات وهنا سؤال. طبعا هنا الإجابة has، هنا has. أما هنا I like، I like. هنا لدينا أيضا please open، please open. أما هنا where is، where is. طبعا هذه هي الإجابات في صفحة 27. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. هنا لدينا a trip to space علي سالم. أيضا هنا نكتب long with four في السؤال الثاني نكتب moon and Mary الآن ننتقل للسؤال اللي بعده الثالث. نكتب الآن ننتقل للسؤال السادس. ففي السؤال السادس نكتب collected rock dock. Photos. Dock photos. And now what did it do? نكتب ask me to leave. أما في السؤال الرابع نكتب a space الآن ننتقل لآخر سؤال وهو هذا السؤال، سؤال 7. هذه هي الإجابات لهذه الأسئلة. أما في هذه الصفحة فنكتب My story One night I dream. Traveled to space in a long في السؤال الثاني نكتب I saw the moon
from the window. في السؤال الثالث نكتب after 10 days into space I landed on Jupiter. الآن ننتقل للخطوة الرابعة نكتب then I saw a space dragon which was very hot. أما هنا نكتب after that the space dragon asked me to leave. أما في المربع السادس فنكتب before left Jupiter I collected some rock and took photos. Finally, I work I wake up very هذه هي الإجابات في صفحة 29. هنا لدينا اختياران في حل هذا السؤال، فالإجابة هنا car fully، أما هنا فنكتب hard quickly cold dark. هذه هي الإجابات في هذه الصفحة. أما هنا فنكتب slowly gray
كيرلي وليتلي.